النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. انطلق منتدى الأعمال البحريني المجري عبر وسائل الاتصال المرئي، وأكد السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال المنتدى أن القطاع الخاص البحريني ونظيره المجري يحظيان بفرص استثمارية بين البلدين تخدم تعزيز التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى فرص للشركات المجرية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وقطاع التكنولوجيا في البحرين. وقد حضر المنتدى من الجانبين ما يقارب 50 شركة متخصصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات وتطوير المدن الذكية والطاقة الخضراء وصناعة الأدوية، بالإضافة إلى الصناعات الإلكترونية وتقنيات إدارة المياه والصناعات الغذائية. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة HEPA غابور يينيئي اعتزازه بالعلاقات المجرية البحرينية والتجارة الثنائية المتنامية، وأشار إلى أن صادرات المجر إلى البحرين بلغت 15 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت صادرات البحرين إلى المجر 8 ملايين دولار أمريكي. كما استعرض وزير الاقتصاد المجري السابق دكتور يانوس كوكا أهمية تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع القطاع الخاص البحريني. بدورها قدمت سوسن أبو الحسن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لمحة عامة عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الاقتصاد الرقمي في البحرين، لافتة إلى أن البحرين هي بوابة لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ 1.670 تريليون دولار. عقد اجتماع بين السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والدكتور لازلو باراغ رئيس غرفة تجارة وصناعة المجرية لبحث مجالات التعاون بين البلدين، حيث أكد الطرفان أهمية تعزيز حجم التعاون الاقتصادي خصوصا في المجالات الصناعية والتجارية وسبل تنميتها بما ينعكس على التنمية الاقتصادية بين الطرفين. وأوضح نجيبي أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تعزيز علاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين البلدين الصديقين وتطوير مسارات التعاون المشترك على كافة الأصعدة بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين. وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة المجرية الدكتور لازلو باراغ أن 80% من الصادرات المجرية تتجه نحو القارة الأوروبية، وأن 20% منها فقط يتجه نحو الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه من خلال مملكة البحرين وباعتبارها أحد المراكز المالية المتقدمة في المنطقة يطمحون للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بوابة البحرين. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. وللحديث حول البيئة الاستثمارية الخصبة التي تتميز بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف من دولة الكويت السيد ناصر المري الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة في NCM للاستثمار. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. وفي البداية أستاذ ناصر، يعني ما هي العوامل التي دفعت الشركة للحصول على رخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحديد؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. شركتنا من الشركات الكويتية متخصصة في الاستثمار في الأسواق العالمية أو أسواق الفروقات، وحتى تكون لاعب رئيسي في أسواق المال لابد من تواجدك في دول الخليج بشكل عام. احنا نسعى أن نكون لنا تواجد في كل دول الخليج. في دولة الإمارات الأخوان في هيئة تنظيم أسكا كانوا حقيقة سريعين ومتفاعلين جدا، وقدرنا نحن نحصل على رخصة من هيئة أسواق المال الإماراتية أسكا في وقت قياسي. وإذا واحد يشتغل في أسواق المال لابد أن يكون في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن هي ملتقى رؤوس الأموال وملتقى مستثمرين الأجانب والمحليين. نعم أستاذ، ما هي أنواع الاستثمارات المتاحة أمامنا في الوقت الحالي؟ طبعا احنا عندنا نوعين من المستثمرين. عندنا مستثمر
يسعى للتحوط، قد يكون هو مورد يستورد من الخارج فيسعى أنه يحافظ على سعر الصرف، فهذا يسوي ما يسوي هيجينج عن طريقنا بأنه يشتري الدولار اليوم عشان ما يرتفع عليه بعد شهر شهرين ثلاثة. وفي مستثمر يتوقع أن يكون هناك صعود في سلع معينة، مثلا مستثمر يتوقع أن الذهب راح يكسر حاجز $2000 لو كسرهم، فيبي يستثمر في الذهب ويستفيد من ارتفاع الذهب القادم، فبالتالي أيضا يشتري الأوبشنز أو الخيارات اللي تمكنه من الاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب في المستقبل. نعم. في مستثمر آخر قد يسعى أنه يبي يستثمر في الأسواق العالمية من السوق الأمريكي أو السوق البريطاني أو الياباني، بس ما يبي يدخل في المخاطرة سهم بعينه، فيشتري المؤشر اللي هو الإندكس، فهذا يشتري أيضا عن طريقه، يشتري المؤشر أو هذا يشتري ذهب أو فضة أو نفط، ثالث ممكن يشتري عملات يحافظ على سعر الصرف، أو يتوقع أن الدولار الأمريكي راح يصعد أو الين راح يصعد أو الاسترليني أو ينزل يصعد أو ينزل، وبالتالي حتى يستثمر أو يستفيد من هذه التغيرات يكون يفتح حساب عندنا ويتداول على السلع أو العملات أو المؤشرات المالية. أستاذ، كيف تقيم الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج مقارنة بالأسواق الأخرى؟ دول الخليج لله الحمد الآن يطلق عليها The Capital of Equity، لأن معظم السيولة الحين العالمية متواجدة في دول الخليج. نعم. فبالتالي كثير من المستثمرين يسعى للاستفادة من هذه السيولة، فنجد في دول الخليج هناك مستثمرين أجانب بدأوا يدخلون بدول الخليج استثمار مباشر أو استثمار في الأسواق المالية، أيضا مستثمرين محليين خليجيين كانوا أول يتبعون الطرق الكلاسيكية اللي هي العقار أو يشتري سهم فقط وينام عليه، الآن أصبحوا أكتف في الاستثمار في دول الخليج بشكل عام، يعني تلاقي في مستثمر يرغب بالاستثمار في الكويت، واحد ثاني يرغب في قطر، واحد في الإمارات، في البحرين، في السعودية، لكن لا شك أن منطقتنا أصبحت جاذبة وواعدة جدا. القوانين عندنا في المنطقة تغيرت بشكل إيجابي كبير، الحكومات فتحت الأسواق، أيضا كسرت بعض الاحتكار اللي كان فقط للحكومات أو لشركات معينة مثل ريالتي، الآن أصبح الاستثمار في أي مجال ممكن في دول الخليج، فأعتقد السايكل الآن بدأت تبدأ من دول الخليج. كل فترة نشوف سايكل، مرة في الصين في في 2000 كان اللي يستثمر في الصين يسوي 4-5 مرات فلوسه، وبعدين صار اللي يستثمر في التكنولوجي في أمريكا صار يستسوي 20 ضعف. أنا أعتقد أن السايكل أو بداية السايكل الجديدة أو المرحلة الجديدة راح تكون في دول الخليج إن شاء الله من 2024، راح نشوف 10 سنوات جميلة في الاستثمار في دول الخليج بإذن الله. السيد ناصر المري، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة في NCM للاستثمار، كنت معنا من دولة الكويت، شكرا جزيلا لك.